بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط. بعد الطلبات الملحة من بعض التلاميذ وبعض الأولياء حول كيفية تكملة قصة، إذا ارتأيت أن أصور هذا الفيديو ربما يكون مفيدا لكم. لكن قبل كل شيء، التعبير الكتابي هو إنشاء التلميذ، يعني ما هيش رياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين. معناها إنشاء هذا هو دائما ما يتوقف على الرصيد اللغوي، لذلك التلميذ لابد أن يكون له قليل من الرصيد لكي يستطيع أن يوظفه في إنشاء قصة. لكن اليوم إن شاء الله سنحاول أن نضع النقاط على الحروف، يعني راح لازم يوضع في هذه القصة. إذا ركز معي جيدا، هي مرقمة من 1 إلى 5. المرحلة الأولى هي لو دوبو دو ليستواغ، يعني بداية القصة، كي أو، يعني تذكر فيها الأشخاص وتذكر المكان وتدخل عليها إليا بيان لونتون ولا إليتي تين فوا. إذا هذه في المرحلة الابتدائية أو الوضعية الابتدائية اللي هي لا سيتياسيون إينيسيال. إذا المرحلة الثانية اللي هي ليليمون ديكلونشور، يعني وين يصرى المشكل، لو بروبليم، يعني البطل هذاك لابد أن يصرى له مشكل اللي راح نعالجوه في المراحل القادمة. ركز معي جيد، كوا بمعنى ماذا جرى، وكومو كيف جرى. إذا كيف جرى وماذا جرى، وندخل عليها بتوتاكو ولا سودا اماتا انجور، يعني وتذكر المشكل اللي صرا. ندخل الان في المرحله الثالثه اللي هي لي زافونتور، يعني المغامرات. لازم تركز معي جيدا، واش يصرا؟ اولا كوفي لو ايغو، مثلا واش راح يدير لو ايغو، هذا الايغو واش راح يدير. كلوي اغيفتيل، ماذا جرى له، معناه التقى بالذئب الى اخره. وكو فيان ليدي، كي فيان ليدي، من اتى لمساعدتي، يعني هذو ثلاث اشياء لابد انك تتطرق لها في لي زافونتور، يعني في المغامرات، وتتدخل عليها اوغوزمون باغ شونس مي، يعني الشخص المساعد. في المرحله الرابعه هي لو ريزولتا، لي ريزولتا معناتها واش النتيجه بعد هذيك، بعد ما تدخل الشخص هذا المساعد، النتيجه واش صارت، يعني لي زينمي بيوني، يعني الاعداء هذو عوقبوا، كما الذئب قتلا ولا وبيان الغول ولا الى اخره، العدو هذا. لويغو يعني اغيوسي، يعني والبطل نجح. فينالمون في ليستواغ، في النهايه، يعني ندخلوا عليها اونفان ولا دو بوي سوجور ولا انسي، ونحكوا على القصه هذه، وعاده ما تكون دائما خاتمه يعني جيده. اذا هذا بشكل عام. اذا راح نعطي امثله باش تفهم معايا اكثر. اذا كما تطرقنا لو دوبي دو ليستواغ، يعني فيها السيتياسيون انيسيال، وفي العرض يعني ليفينمون لو هيرو ان بروبليم، يعني صرا له مشكل، لي زافونتور المغامرات، ومن بعد لو ريزولتا يعني النتيجه، اما في النهايه تكون نهايه سعيده. اذا ركز معي جيدا، اولا في لي بيرسوناج، لي بيرسوناج هما عباره عن شخصيات اللي راح تدخلها في قصه تاعك، ان غوا دي فولور يعني فريقين، ولا ان اوغر الغول، ولا ان ماجيسيان، اون في الجنيه، اون سورسيير ساحره، ان اوغر هذا اوغر هو نفس هذا، اذا ان فونتوم يعني شبح، ان لو ذئب، اون برينسيس اميره، دي شاسور يعني الصيد. هذا بالنسبه لي بيرسوناج. اما لي ليو اللي هي الاماكن اللي تقدر تستعملها، هي على سبيل المثال دون ان شاتو يعني في القصر، ولا دون زين غروند فيل، او بيان على كومباني في الريف، سور اون ايل يعني على جزيره، دون زين فوري في الغابه، ولا او مونتاني اللي هي الجبال. اذا هذا فيما يخص الشخصيات والاماكن اللي تقدر تستعملها، وين هذه نستعملوها في الوضعيه الابتدائيه، يعني لا سيتياسيون انيسيال. اذا ركز معي جيدا في هذه القصه التي اردت ان اضعها مع الترتيب لكي تشاهدوا كيفية تنظيم قصة. إذا لا سيتياسيون إنيسيال سي لو ديبو دو ليستواغ أون بريزونت، هي بداية القصة، ونعرض فيها لي بيرسوناج يعني الشخصيات، مثل هنا أن غوا، تخوا في يعني ملك، وثلاث بنات. لو ليو اللي هو المكان هو الشاتو، أو أون فوغي يعني الغابة، لا فيل يعني تقدر دير مكان واحد وتقدر تلف دير مكانين او ثلاثة على حسب القصة اللي تحب تحكيها. لو مومو هي الزمن، الزمن اللي تيتين فوا ولا اللي يافي بيان لونتو، هذه دائما. اذا اللي تيتين فوا ان غوا كي افي تخوا في، يعني كان ملك عنده ثلاث بنات. سيل سي يعني هذو البنات
aimer souvent sortir du château. يحبوا يخرجوا من قصر. قصر تاع من دو لوغ بير تاع باباهم. Pour aller se promener, باش يروحوا يتنزهوا, dans une forêt, في غابة, loin de la ville, يعني بعيدا عن المدينة. هذه هي لا سيتياسيون انيسيال, ما كاين فيها حتى مشكل. لا سيتياسيون انيسيال دير فيها الشخصيات وراهم يعيشوا. إذا نتنقلوا الآن إلى لي زيفينمون, الأحداث. أحداث, ركز معي جيدا. ليليمون بيرتورباتور, يعني العنصر المغير. لابد أن يصرى تغيير في القصة. لو بيرسوناج برينسيبال ا ان بروبليم, يعني الشخصية الأساسية لازم يصرى لها ان بروبليم, اللي هو المشكل كي دوا غيزودغ, اللي لازم نحلوه. إذا دائما من ندخلوا بانجو ولا سودا. إذا انجور ال افيك اس, اللي هما ثلاث بنات هذوك, بارتيغ اون بروموناد, راحوا في نزهة. Mais, هذه ثاني نستعملوها مي, elles s'attardèrent jusqu'à la tombée de la nuit, يعني طولوا ما دخلوا حتى الليل. Soudain, فجأة, au moment où elles jouaient, كانوا يلعبوا, un dragon féroce, يعني تنين مفترس, qui crachait du feu, les attaqua, les enleva, يعني هاجمهم, ils enleva, et les emmena dans sa grotte, يعني واخذهم الى grotte, هي المغاره, au fond de la montagne, يعني اخذهم الى مغاره اللي عيش فيها هذا الغول. اذا هذا هو المشكل اللي صرا للايرو البطل. اذا لي زافونتور, المغامرات. lorsque le roi apprit la nouvelle, عندما سمع الملك لا نوفيل, يعني الاخبار, il appela à l'aide, يعني استدعى النجدة. immédiatement trois jeunes gens, ثلاث شباب, se présentèrent au roi, يعني جاءوا قابلوا الملك, et lui dirent, وقالوا له, nous allons tuer, سنقتل le dragon, يعني التنين, et sauver tes trois filles, يعني وننقذ بناتك الثلاث. يعني هنا هي المغامرات. la résolution du problème, يعني حل المشكل. quelqu'un, يعني شخص, un ami, un animal, vient aider le héros, يعني شخص ولا حيوان يجي يساعد هذا البطل. souvent il y a un combat final, وديما تكون كاينه كومبا, معناها كاين معركه. après trois combats, بعد ثلاث معارك, les braves jeunes, يعني الشباب الشجعان, tueur, قتلوا le méchant dragon, يعني الغول الشرير, et libèrent les trois filles, وحرروا البنات الثلاثة. هذا هو حل المشكل. La situation finale, c'est la fin de l'histoire que devient le héros. يعني هي نهاية القصة. La plus souvent, يعني tout est bien qui finit bien. يعني ديما يكملوا بخاتمة سعيدة يعني. Finalement, نهاية, ولا depuis ce jour, ولا le roi, très heureux, الملك كان جد سعيد, organisa, نظم, une fête de mariage, حفلة زواج, de ses trois filles. يعني بناته الثلاثة, avec les trois courageux jeunes, مع هذو الشباب الثلاثة الشجعان. إذا هذه هي ترتيب القصة وكيفية إدماجها. يعني حاول أنك ترتب القصة بهذا الشكل, لكن ديما تتوقف على يعني الفوكابولير, الكلمات والرصيد اللغوي. إذا هذه هي القصة. إذا حبيت تكتبها, حبس الفيديو اكتبها, ربما تستفاد منها. ريزومي, خلاصة. إذا أول شيء, في لا سيتياسيون انيسيال ندخلوا بها il était une fois, il y avait bien longtemps, الى اخره. في لا سيتياسيون فينال, depuis ce jour, enfin, finalement, الى اخره. اما هذا هو العرض اللي نتكلموا عليه, اللي هي تكملة قصة, يعني لا سويت دان كونت, تكون فيها ان ايفينمون بيرتورباتور, يعني حدث مغير لمجريات القصة. tout à coup, فجأة, un jour, يوما ما, soudain, un matin, الى اخره. اما فيما يخص لي زافونتور, يعني راح تحكي عليها, كو في لو ايغو, معناتها واش دار البطل, كو لوي اغيف تيل, ماذا جرى له, كي فيان ليدي, وشكون اللي جاي يساعدو. وفي لا ريزوليسيون دو بروبليم, وفي حل المشكله, ندخلوا عليها باوغوزمون ولا باغ شونس ولا مي. يعني هذه هي التنظيم تاع القصه نتاعك اللي راح تكتبها واللي يطلبها منك في الاختبار ان شاء الله. إذا أشكركم على المشاهدة. اللي عنده أي سؤال يطرحه في تعليق, سأحاول الإجابة عليه إن شاء الله. شارك الفيديو ليستفيد الجميع. سلام.